الاهلي التجربه، الاهلي النضج، الترجي الطموح، الترجي الشباب، نادي الاهلي مستانس بالتتويجات في الترجي، عندنا جيل جديد يحب يبدا المسيره نتاعو بالتتويجات، مستوى متقارب، نعرفوا احنا اللاعبين العرب استاذي العزيز، اللاعبين العرب معناها التوانسه ومغاربه والجزيريه ومصاروه تقريبا عندهم نفس البروفايل، نفس التركيبه الجسمانيه، نفس العقليه، وبالتالي ديما المستوى يبدا متقارب. بطبيعه الحال فما النضج نتاع الفريق الاهلاوي، فما تاريخ الفريق الاهلاوي، فما التتويجات نتاع الفريق الاهلاوي اللي ما يغيبش برشا الفريق الاهلاوي على التتويجات، فما جيل جديد من الترجي الرياضي التونسي نتمنى انه يبدا المسيره نتاعو بهذا التتويج. ان شاء الله، وكنا نتمنى ان انت تكون موجود كمان النهائي ده في القاهره، لكن نتمنى ان انت تتواجد لاحقا باذن الله. انا اتواجد دائما، كلما تطلبني قناه الاهلي انا موجود. ان شاء الله موجود دائما، ونسعد بيك وبرؤيتك وبنضجك وثقافتك الواسعه الحقيقه. واهلا بيك ضيفا جميلا محترما على ملك وكتابه، ونلتقي على خير باذن الله. يعطيكم الصحة، شرفتوني برشا، وإن شاء الله نتقابلوا ربما في قناة الأهلي، نجي ضيف بحضركم. يا ريت يا ريت، ده البيت بيتك، البيت بيتك طبعا. عايزكم شكرا، إن شاء الله حظ سعيد للجميع، إن شاء الله العرس يكون عرس عربي كما أنا نتخيله، إن شاء الله تكون حفلة كبيرة، وإن شاء الله اللي يلعب خير ينتصر إن شاء الله. شكرا جزيلا للإعلام التونسي الكبير الأستاذ فتحي المولدي، وأعتقد